هاد ولاد كيف؟ إيه لا قلت نسب واحد بارك ايه هذا يجيب مشاهدات اكثر. ايه والله هذا اللي ماشي في الاعلام اليوم هذا سبان ودوء. ايه من وين انت؟ شكلك بدوي ولا بدوي غرق بالرسم. انا ولد سياحي انا، انت من وين؟ ابدو لنا الحلقه. سكروا لنا النفط، ريتش الحاجة الكبيرة، أصلا شن بيفرق النفط مسكر ولا مفتوح؟ الحاجة اللي تغلى معاش ترخص، وأنا وأنت مالاش مستفيدين من النفط. هو مش أنا وأنت، أنا راهو جبت لي روحي بير نفط، هذا النفط متاعي وهذا البير معاش دخلنا فيه، يسكروا النفط يفتحوا النفط مش موضوعي. بعدين بالله عليك شن مستفيد منه أنت النفط؟ قداش مرتبك؟ هذا لو تاخذ في مرتب طبعا. وبعدين بالله شوف شكل البلاد يا راجل، الطرق، المستشفيات، المدارس، تو بالله عليك هذه بلاد نفط هذه؟ وشن بتدير بيهم اصلا فلوس النفط؟ شن بدي يعني تخيل اعطوك فلوس هيك مليارات، شن بتدير؟ بتشري حصان مثلا بتشارك في مسابقات في دبي؟ ولا بتشري كلب اكرمكم الله ب 20,000 يورو؟ تخلاص خلوهم فلوس النفط في المصرف. هذا كان ما جاهمش طبعا ولد مشير واخنبهم. الجماعه اللي ينسوا هلبا صدام ولد حفتر زمان حاول يخنب مصرف الامان اللي في جورجي. المهم احنا مش مستفيدين من الفلوس، خلاص يقعدوا في المصرف، لكن مرات يجي فرخ مشير يحاول مع مصرف تاني وينجح المره هذه. لنفس الجماعه اللي ينسوا هلبا، صدام ولد حفتر خنب مليارات من مصرف ليبيا المركزي في بنغازي حسب تقرير الامم المتحده اللي صادر في 2018. بعدين وين المشكله؟ سكروا النفط، ابعثوا ناجي مختار يعطيهم زوز مليون. لنفس الجماعه اللي ينسوا، ناجي مختار زمان يعطي الجدران زوز مليون لما الجدران سكر الحقول النفطيه. كيف؟ الجدران كويس تو معانا هو ناجي مختار. مني هذا خير لابس هكي كيف؟ هذا اللي سكر النفط؟ والله بجديد هذا اللي سكر النفط تو؟ لا خلاص ما فيش داعي تعطوه فلوس، اعطوهم زمارك وكوبرا وخلاص. تمني باعته هذا علاش كوبرا؟ شوف شكله يا راجل زي الهنود. شنو مرايا؟ علاش المرايا؟ نشبح في المرايه، عاش نشبح في المرايه. الحال من بعضه شكله. خلاص فوتوه موضوع الهنود، هو اصلا احنا ما نسخروش من شكل الناس من الموسم اللي فات هيك متفاهمين. باهي مين اللي باعت الوسيم هذا باش يسكر النفط؟ الامر الاخر هذا امر شعبي صرف، امر شعبي صرف، لا نبوا فيه صور، لا نبوا فيه فلان، لا نبوا فيه علان، مع احترامنا لسياده المشير، سياده المستشار وهؤلاء. ما ممكن نشيلوا صور شهداء ابنائنا، ممكن نشيلوا صور نحنا، ممكن، لكن راهو شعبي صرف، هذا امر شعبي صرف، لابد من هالكلام نحطه في ذهننا. موضوع صور لقاده عسكريين، لقاده سياسيين، لكذا راهو ممنوع منعا باتا، لان هذا شغلنا نحنا، ما نبوا نورطوا الى جيش. شعبي صرف يعني حفتر ماليش علاقه، قاعد على حاله يدور في سرقيوة، يهتم بأمور النواب، هيك يسكر في النت على التكبالي، خايف من الفضايح. قاعد في أمان الله، فتح قناة الحدث هيك يلقي خبر نتاع تسكير النفط عادي، هو مش بعدهم لكن هم يحبوه. انتوا ما فيش مظاهراتكم إلا صورة المشير يا راجل، مظاهراتكم وشوارعكم وحياشكم كلها صورته. انتوا بعدين الجماعة يهدرزوا على صورة المشير هدرزة، شن تقول انت؟ أنا خاطي هذا ما نبيش حاجة ثانية، لا تني ولا غيره. أنا بنقول لك يا مشير، أنا عندي ثلاث بنات وعيل واحد، العيل قاعد في طرابلس يحارب، أبوه 36 شهر بلا مرتب، يسرقوا فينا الكلاب يا مشير، يسرقوا فينا الكلاب، أطلب وأفتح عيونك، هذا مخونة، كذابين، سراقين، ما عندهمش دين. إيه هدرز مع الصورة وأنت تقول لي ما ترفعوش صورة المشير، لكن دقيقة، قال ما عندناش مرتبات وولدي حارب في طرابلس. هم مش جايين لطرابلس لان الناس تبات قدام المصارف وما عندهاش مرتبات. بالله اللي يعرف هذا يقول لي روح لابوه، راه ابوه اولى. نحن نقول للجميع وللمجتمع الدولي ولوسائل الاعلام ان من قام باقفال المنشات النفطيه والحقول النفطيه وقام بمنع تصدير النفط هم الشعب الليبي. المسماري قال لكم اللي اغلقوا الحقول هم الشعب. طبعا هو ظابط حقول النفط ما فيهاش بصاره مع المجتمع الدولي وما يقدرش يورط جماعته، فيورط الكائنات هذه.
الجيش بعيد عن الموضوع، مش شورى، باهي شكون بينظم الموضوع؟ لأن الحمد لله الآن قبائل بدأن يسلحن، الآن مؤسسات مجتمع مدني بدأن يسلحن، الآن قرى بدأت تسلح، قبائل عائلات سلحوا في أنفسهم بأنفسهم. هريت يسلحوا في أنفسهم بأنفسهم. بتقولي من وين جابوا السلاح؟ مش قضية سلاح في برقة، يلعبوا بالصغار في المدارس. لا لا رسمي هذه. في ولاية صف ثالث في مدرسة الفويهات جايب معاه مسدس للمدرسة. أمن وأمان يا سي. المهم بيسلحوا أنفسهم بأنفسهم، مش شور الجيش، ما ترفعوش صورة حفتر. باهي، من بينظمها الحالة هذه كلها؟ قبائل عائلات سلحوا في أنفسهم بأنفسهم، والجيش الآن بدأ ينظم في هذه الحالة. اسكت، شهدرت بيهم، الله لا تربحك. تو مش كنا حراك شعبي وما نرفعوش صورة المشير؟ خير دعتك، ما تفهمش في السياسة يا رجل. كيف سياسة؟ سياسة أبعدهم يسكروا الحقول ويقولوا مش احنا مش شر ما نعرفهمش. سياسة يا رجل. الأمر الثاني، ما عادش دب سياسي يفكر انه يدخل في حوار معاهم ولا يدخل في سياسة معاهم. نحن عندنا سيادة الرئيس المشير ومعاه سيادة المستشار، سدينا من الجوع ومن العطش وسدينا من هذا التفكير كله. أما القصص الأخرات، الجماعة اللي يحكوا لي عليه غات مغات، وواحد قاعد لي برا، وهذا ما نعرف شو قال النائب عصام، ما نعرف شو يقول، وهذا كان ما نعرف شو يقول، هذا كلام أنسوه. السياسة متاعكم ودرتنا. أوه، ما عادش في سياسة يعني؟ خلاص السياسة ما عادش تمشي، دكتاتورية، حكم عسكر. قالك حفتر وعقيلة بس. لكن دقيقة، عقيلة مش عسكري، عقيلة متاع وثائق عهد ومبايعة، متاع سعي، متاع سكنبيل، لكن ما هوش عسكري. عموما قالكم نبو حفتر العسكري وعقيلة المدني يحلوا الأزمة ويمشوا لبرلين يتفاهموا مع جماعة غادي. كيف؟ ممشاش عقيلة ممشاش؟ من مشي مال؟ كيف حفتر ونسباتها؟ الوزارة وين؟ تني وين؟ قعد يشد الصغار. سينسى قدر يا راجل. نحن المفاوض متاعنا هذا الزعيم العزيز الكريم اللي خشمه فوق، هذا هو مفاوضنا. با حتى عقيلة، مفاوضنا هو حفتر بس، حفتر العزيز الكريم. العزيز الكريم، انت حافظ صورة الدخان يا مطلل؟ صورة حفتر مع انسباتها وأقاربها وصورة وزير الخارجية ووزير الداخلية مع السراج، في نظركم ليها معنى ولا غير اني مكبر الموضوع وخلص؟ بعدين خيرك علي غات، الجماعة اللي يحكوا لي علي غات مغات. كيف ما عادش تبي حد يتكلم علي غات؟ مش من ليبيا غات ولا كيف؟ الجنوب الحبيب وبرقة اللي ترابها حامي، إلا على المصاروة والروس والإماراتيين والفرنسيس والجنجويد والمجموعة هذه، وطرابلس والغرب كله والعرب والأمازيغ، ليبيا للجميع. أما أخوتنا الأمازيغ وعلاقتنا معاهم، أخوتنا التبو والطوارق، هذه علاقة لها مئات بل ألف السنين. أها الحمد لله، أول مرة أنا ومطلل نتفاهموا على موضوع. منور عليها يا مطلل أهياء، فعلا ليبيا للجميع، ما فيش فرق. بس نحن عرب، و95% من هذا الوطن عربي، شئت أم أبيت الجيش العربي الليبي، الدولة القادمة ستكون اسمها جمهورية، المملكة، سميها الدولة، السلطنة، أي حاجة سميها، لكن ستقرن بالعربية الليبية. هذا نحن، هذه هويتنا، هذا شغلنا، هذا عالمنا، هذه ثقافتنا، هذا تجذرنا، لا يمكن نطلع منه. اللي معانا أهلا وسهلا، اللي قاعد معانا ومقيد عيمته وكذا ويدلل وكذا، هذا أهلا وسهلا. اللي موش معانا وخاطي هذه الحالة حينقص. حينقص؟ والله ما فهمت، مش تو كنا أصحاب أخوتنا الأمازيغ؟ يا اللي بيقول لك أنا أمازيغي ونعتز بلغتي وهويتي، كيف تتعامل معاه؟ حينقص. شوف شوف يا مطلل، تقدر تفتخر بجهاد سليمان الباروني وخليفة بن عسكر وأدب عمر النامي وسعيد سيفا وعلي يحيى معمر ونقوش التفناق الأثرية على امتداد ليبيا وحتى باص العيون متاع طارق التايب؟ تقدر تفتخر بهذا كله لمجرد انك ليبي؟ ما يفرقش امازيغي ولا عربي، من الرياينة ولا من البيضة، المهم ليبي. يا راجل ما عمركش كليت بزين بالحوت زواري؟ ما كليتش فتات جبالي؟ ما كليتش بسيسة؟ الله عطم من على فكرة كانت تبي بسيسة، وعندنا واحد يجيب بسيسة مش عادية بكل، انت فاهم؟ الامازيغ فخر ليبيا، والله فخر بالتاريخ، بالأدب، بالثقافة، بالكورة، بالماكلة. يا راجل أوغرطس أفغانا فاصل. زعم شن صار في العدوان السباعي على طرابلس؟
وطبعا لازم تعرفوا ان حتى مبررات الغزو العثماني السابق منذ 600 عام كان المبررات واهيه بطريقه غير عاديه. يا ودي فكونا منها المهبول هذا خلاص. بعدين شنو مبررات الغزو العثماني مبررات واهيه؟ اسمع بالله قبل الاجتماعيات خلوها معي في الاستوديو خلاص. ايه ديروا لها مرتب وخلاص تقعد معنا. وبيش نذكركم انت يا صنع الله، انت يا سراج، انت يا تركي اللي معانا، انت اللي في مصراتة، هذا البترول من عظام اجدادنا، هذا البترول من زيت اجدادنا، هذا البترول من بقايا عظام اجدادنا الذين قتلهم المستعمر سواء كان العثماني سواء كان الايطالي، حطوهم في هذه المعتقلات. انت يا راجل خلاص يا راجل امشي، درحت لي كبدي. بعدين ام عظام اطفال قنفوده ودرنا ولا يلقوهم في شارع الزيت ولا الالاف اللي ماتوا باش المشير يعيش؟ تي أما طليان يا راجل معقولة بترول يتكون في 100 عام؟ تي كيف شنو هالجهل يا؟ اسمع بالله عليك معلش نتعبكم شوية نبو حتى قبلت قبلت علوم. يعني تو قبلت اجتماعيات وقبلت علوم. الراجل شي شيرة والله. تي قالك النفط يتكون في 100 عام. امشي ارقد امشي ارقد بتنوم بكري. نحن يوم الجمعة القادمة في بنغازي نحن نكون معاكم بعون الله تعالى في تغطياتنا منذ الساعة كم يا ربيع؟ مدير البرامج هذا عليك مدير برامج من الظهر هذا قال لكم من الظهر يا ساتر انا نعم الظهر نوعالك حاضر نوعالك حاضر نوعالك حاضر ونجيك في الليل ونجيك في الصبح والله ما العاد بتحرك علي قلبك عن يوم الجمعة تنوض الظهر على اساس بكري وتنوض الظهر على خاطر المظاهرات باش موضوع صلاة الجمعة روحنا المسلمين يوم الجمعة عندنا بالله اسمع معلش نتعبكم نبو حتى قبل الدين اجتماعيات وعلوم ودين هذا على تو لكن اكيد نحتاجه بعدين انتوا شوفوا خلوهم هنا يديروا لهم مرتب قواتكم المسلحه تسير على ثلاث خطى ثلاث خطوط عمرها ما في قوات مسلحه صارت عليه اوه شن هي لا لا يتكتك الشايب هو اصلا شكله فاهم انا زبطه من شكله والله باين عليه فاهم بعدين قال لك عمره ما في قوات مسلحه صارت عليها ثلاثة خطوط داروها جماعة حفتر ما دارهاش حد من قبل شن هي ثلاثة خطوط؟ زعما دهروا كتيبة أوجاع نوضا يوجاع لا 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 صعب باش صانعين مدفع واحد لكل الجبهات لا لا حتى هذه داروها جماعتنا تبي شن ثلاثة حاجات ما دارهاش نبش القبور ويوقفوا مع مصلحة مصر ضد مصلحة ليبيا ويبعثوا عيلة تامة للمفاوضات لا مش هادي باش شنو الحاجات الثلاثة اللي ما دارهاش أي جيش في العالم قواتكم المسلحة تسير على ثلاث خطى ثلاث خطوط عمرها ما في قوات مسلحة صارت عليه تدريب قتال صيانة حول ولا قوة إلا بالله تدريب وقتال وصيانة هذه الحاجات اللي ما فيش جيش دارها خيرك وخيي شنو تحس التدريب والقتال والصيانة ما فيش جيش دارها في العالم لا وجماعة اللي يسمعوا فيه يهزوا فروسهم أكيد ويصدقوا فيه طبعا الجيوش الثانية ما تدربش ما فيش الجو تدريبه هو ممكن يحاربوا لكن من غير تدريب تدريب ما فيش شين يصير لهم لما يحاربوا من غير تدريب يطيحوا في الأسر بالهبل بالبساط هذا غير اللي جاي يلقط في الليم طبعا والقتال ما فيش حد يقاتل طبعا الجيوش ما تقاتلش ما يقاتلوش يقعدوا 9 شهور ومنيتهم يخشوا لجزيرة الفرناج ولا يأكلوا بريوش يقعدوا غير يشموا في بنة الزبدة والصيانة طبعا فيش جيوش ما تديرش في الصيانة يعني يجيبوا فروسيين يصينوا لهم لنفس الجماعة اللي ينسوا هلبة المسماري قال ان عندهم فرق صيانة روسية خلاص بالله عليكم اختموا لنا وخلاص الصور الأخيرة باش ننهي تعتقني يا راجل تعال عم نختموا خلاص تعال قدم البرنامج في مكاني وخلاص هذا محمد مطلل في احد ادوار القادمه ان شاء الله شني شيباني وساعي واحد اما دور مداير مداير دور عقيله صالح باهي يلقى حد يلعب دوره في المسلسل مدام في السياسه ما عندهاش دور تصبح على خير